خبر اول ما زملائي في الاعداد قالوه لي يعني كان في حاله من السعاده الشديده كلنا بنشعر بيها. مصر يا جماعه هتصنع القلم والاستيكة. هنصنع القلم الرصاص والقلم الجاف والاستيكة اللي احنا ولادنا بيستخدموهم او احنا بنستخدمهم في مصر. فحد يقول لك يا سلام، وهو ده بقى يستحق الاحتفال؟ اه يستحق الاحتفال. اه لما تبدا تصنع وتبقى مؤمن بفكره التصنيع او الصناعه، حتى لو صنعت قلم، استيكة، ابره، برايه، بالونه، من البالونات اللي احنا بنستخدمها دي احنا بنستوردها بالمناسبه غير السعيده يعني. فلما يبقى في خبر زي ده نهتم بيه ونفرح بيه. هل حضراتكم تعتقدوا ان الدول الصناعيه بقت دول صناعيه عشان هي بتنتج سيارات وبتنقل او بتنتج ادوات ثقيله او بتنتج اسلحه؟ لا، الدول الصناعيه دي هي دول صناعيه لانها تصنع. تصنع ايا كانت هذه الصناعه. والحقيقه خيرا فعل وزير الصناعه والتجاره المصري لما تبنى هذا المشروع وقعد النهارده مع رئيس الشركه السيد وليد شتله، رئيس شركه سمير وعلي، واللي قرر انه يقدم هذا المشروع عشان نبدا نشتغل فيه. كده احنا ماشيين على الطريق الصح، كده احنا بنقول كلام تاني. الموضوع اللي هو مجال السخريه، اللي بيسخر يبقى مش فاهم حاجات كتيره جدا. احنا بنصنع، فكره الصناعه، فكره انك تعمل منتج فعلا، انك تشغل مصانع، فكره انك تجيب ماده خام وتستعملها وتصنع منها شيء، ده شيء نحتفل بيه جميعا. خلونا نرحب على الهاتف بالسيد وزير الصناعه والتجاره المهندس طارق امين. مساء الخير يا فندم. الو. ايوه. مساء الخير يا فندم. مساء النور. أنا عايزة أحيي حضرتك لأن النهاردة الكلام اللي حصل ده كلام تاني حقيقي ويدعو للسعادة والاحتفال، إن إحنا قررنا، في مستثمر قرر إنه يعمل أستيكة وقلم ويصنعهم في مصر، وإن وزارة الصناعة والتجارة بتتبنى هذا وبتساعده في ده. أشكرك طبعا جدا، بس يعني طبعا زي ما أنت عارفة يعني إحنا دي صناعات صغيرة. احنا بنشجع الصناعات الصغيرة، احنا بنستورد جزء كبير من الاقلام اللي بيجي، اكتر من يمكن 70% من حجم الاستيراد. طول ما انا بستورد جنيه هشجع الصناعة ان هي تعوض هذا الجنيه، وحتى لو ما بستوردوش هشجعها انها تشتغل عشان تقدر تصدر المنتجات بتاعتها دي. الشيء الجميل في هذا الموضوع ما هوش المبلغ الاستثمار، مبلغ الاستثمار في حدود 80 ل 90 مليون، فدي حاجة كويسة، دي عبارة عن قلم جاف وقلم رصاص واستيك. 80 مليون جنيه. مظبوط. اه. طبعا بتشغل عمال وبتمنع لي الاستيراد، وممكن يكون عندها فرصة كبيرة ان هي تقدر تستورد. الحاجة برضه الجميلة في هذا الموضوع انه احنا بنتكلم على المكتبة الكبيرة اللي هتعمل هذا المصنع. الناس دول كانوا بيستوردوا لمدة 46 سنة. قرروا 46 سنة يا معالي الوزير بنستورد القلم والاستيكة؟ انا بتكلم على هذه المكتبة، هو في مصانع هنا بتنتج لكن ما هياش كافية للسوق المحلي، بس انا بقول الناس اللي قرروا في هذا المشروع بالتحديد عندهم ادوات مكتبيه، مكاتب كبيره كثيره لمده 46 سنه بيستوردوا. الناس دول قرروا ان هم يصنعوا، فده شيء جميل وشيء يدعو ان احنا نشجعهم، لان ده اللي احنا بنهدف فيه. احنا بنهدف نحاول نحرك الناس من التجاره الى الصناعه. صحيح. طيب معالي الوزير، حضرتك قلت حاجه مهمه جدا في بدايه المداخله، قلت احنا عايزين نشجع الصناعات الصغيره. احنا بقالنا فترة بنتكلم طول الوقت على فكرة المشروعات الصغيرة، لكن الحقيقة مش شايفين على الأرض انفتاح جامد في هذا الأمر، رغم توفير أو توفر التمويل وفقا للمبادرة اللي عملها الرئيس مع البنك المركزي بتوفير 200 مليار. ليه يا فندم حتى الآن بصراحة شديدة ما عملناش اختراق في هذا الأمر؟ لا الحقيقة احنا بالعكس، احنا ماشيين كويس جدا في الصناعات الصغيرة والمتوسطة. يعني انا ادي لك مثلا السنة اللي فاتت حجم التمويل من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة المتوسطة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة فقط 6 مليار جنيه.
ده تمويل لهذه المشروعات. لو انت سيادتك تابعتي مثلا، انا جزء كبير من كل الجولات، انا كنت في المنيا من اسبوعين، كنت في سوهاج، في بني سويف الاسبوع ده، في ناس عملت مصانع لتدوير مخلفات، دي كلها صناعات صغيره، تدوير المخلفات الزراعيه. بورسعيد في 35 مصنع فاتحين غزلون نسيج، وخلافهم في امثله كثيره جدا، لكن الصناعات الصغيره يمكن ما تاخدش الحجم الاعلامي الكافي، لكن لما احنا نبص على 6 مليار جنيه تمويل لمشاريع صغيره، ده رقم كبير جدا. 6 مليار يا فندم من مزبوط. المبلغ المخصص اللي هو المبادره بتاعت 200 مليار؟ لا، ده حتى، لا ده غير هذه المبادره، ده كان من الصندوق الاجتماعي سابقا اللي هو حاليا جهاز تنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه، هذا بخلاف المبادره بتاعت ال 200 مليار. ما انا بسال يا فندم على المبادره دي، لان الرئيس لما فكر في المبادره دي مع محافظ البنك المركزي بالفايده القليله قوي اللي هي 5%، كانت للتعامل بشكل جذري مع نسبه البطاله، لان لما يحصل مشروعات بقروض زي ما حضرتك شايف فايده بتاعتها صغيره جدا، ده يخلي الشباب يقبل على هذه المشروعات. لكن احنا بنقابل شباب كتير حتى الان ما فيش حاجه مخلياه تقبل، والا لا يقبل بشكل كبير، والا لو كان اقبل على المبادره بتاعت ال 200 مليار كنا شفنا سحب من المبلغ الكبير ده اللي موجود بالبنوك، كنا شفنا هو انا يعني طبعا في مبالغ كبيره اتصرفت من هذه المبادره، بس هي منظومه كامله، بمعنى انه الصناعات الصغيره والمشروعات الصغيره بتكون الى حد كبير، في بعضها بيبقى منفصل، في بعضها مرتبط بصناعات اكبر. يعني اللي احنا مثلا بنعمله حاليا المجمعات الجاهزه اللي تم طرحها بتراخيصها، احنا طرحنا 7 مجمعات في الصعيد، طرحنا في بدر، طرحنا في السادات، وطرحنا في بورسعيد. هذه المجمعات بتتعمل ان شاء الله هتتسلم في سبتمبر واكتوبر. هذه المجمعات معموله في مجمعات اكبر، مثلا في مجمع جاز المسيك داخله مجمع لهذه الصناعات الصغيره، لان هي تعتبر صناعات مغذيه ليها. دي كلها انا مبسوطه ان حضرتك بتقول ان المجمعات دي معظمها في الصعيد، وانا قرات تصريح لحضرتك اعتقد هذا الاسبوع حضرتك قلت فيه ان هذه المجمعات جاهزه بالتراخيص كمان. مظبوط مظبوط، ومبنيه وبتتعمل في 9 اشهر، بحيث ان الصانع اللي بيتعاقد على هذا المصانع دي بنتكلم في حدود من 300 ل 300. صوت حضرتك راح فين يا فندم؟ لا انا معاكي. اتفضل يا فندم. سامعاني كده؟ فبقول لك دي في حدود من 250 الى 600 متر، دي كلها مصانع صغيره، عشان كده بقول لك احنا بنحاول نعملها داخل مجمعات اكبر عشان تقدر تشتغل على صناعات، عشان تقدر تشتغل كصناعات مغذيه. طيب هل عندنا مشروعات للصناعات دي جوه المجمعات دي، وبالتالي في بدايه سبتمبر قبل نهايه هذا العام زي ما حضرتك تفضلت هيبقى في طلب لفرص عمل في الصعيد من الشباب اللي موجود هناك عشان يبداوا يشتغلوا في هذه المجمعات؟ طبعا حاجتين، الحاجه الاولى احنا دلوقتي بنحاول نتحول الى التجمعات المتخصصه. بمعنى هدي سيادتك مثال، احنا مثلا طرحنا في المرحله الثانيه في بدر 1 مليون متر لصناعات الغاز والنسيج فقط، دي كلها تم تخصيصها داخل هذه الاراضي الكثيره المليون متر اللي احنا بنتكلم فيهم، بنتكلم على 100 مصنع للصناعات الصغيره. ال 100 مصنع للصناعات الصغيره ده برضه مخصص للغاز المسيج، ليه احنا بنعمله داخل هذا المجمع الكبير؟ عشان بالظبط الهدف اللي انا بحاول اقوله، انه ده يبقى صناعات مغذيه، زراير، سوست، وفي فرص استثماريه. النقطه الثانيه اللي انا بحب برضه اشير ليها، الخريطه الاستثماريه اللي احنا كنا اعلنها عنها وموجوده حاليا على موقع الوزاره، اي حد يقدر يخش يشوفها. احنا خلصنا دلوقتي اكثر من 12 او 13 محافظه، على اخر اغسطس باذن الله هتكون الخريطه الاستثماريه الصناعيه كامله بنسبه 100%. جميل. هذه الخريطه مش معموله على المكاتب،
بالعكس احنا نزلنا اكثر من 30 باحث لكل مصنع، وبدانا بالصعيد. يعني اللي موجود النهارده هتلاقيه 100% هو كل محافظات الصعيد، 9 محافظات نزلوا زاروا كل مصنع داخل كل منطقه صناعيه، شافوا المصانع الحاليه بتنتج ايه، شافوا المواد الخام بتتجاب منين، كويس قوي، شافوا الفينش برودكت او المنتج التام بيتوزع فيه، ومن المدخلات الانتاج دي بنقدر نطلع الفرص الاستثماريه. يعني مثلا في سوهاج مثلا في اكثر من 17 مصنع للاساس في منطقه واحده، بس ما فيش جنبيهم مصانع مثلا غيره ومصانع الصناعات اللي بتخدم عليهم. بالظبط، ما هي دي بقى الصناعات دي بتخلق فرص عمل وبتخدم على الصناعه نفسها. بالظبط، فده دي الخريطه الاستثماريه اللي بتساعد، اللي هو الصانع صغير او مستثمر صغير بيقول في ناس بتبقى عارفه هو عايز يعمل ايه. ده جميل طبعا، واحنا بنقدر نساعده بدراسه جدوى ونساعده بالتمويل. في بعض الصناع بيبقى عايز افكار اخرى، عايز يفكر طب اعمل ايه؟ ده اللي احنا بقى بنحاول نساعده بيه، ودي كويس قوي. لان هو قلقان يفتح مشروع، مش عارف يفتح ايه اللي ممكن يكسب في السوق، هيسوقه ازاي؟ يعني زي ما بيقولوا كده فيزابيلتي ستادي، دراسه جدوى اقتصاديه على الموضوع مبدئيه. لما بيخش في هذه الخريطه بيشوف ايه هي الفرص بالمنطقه او بالقطاع. واحد مثلا عايز يعمل في ساحل سليم في اسيوط مثلا، بيخش في هذه المنطقة ويشوف ايه الفرص الاستثمارية في هذه المنطقة الصناعية. بص يا سيادة الوزير، احنا بصراحة عايزين نقعد نتكلم مع حضرتك كتير، لان موضوع الصناعة ده حضرتك يعني محرك رئيسي، ماسك وزارة هي المحرك الرئيسي للاقتصاد المصري، مسألة الانتاج المحلي ومسألة الصادرات. فبصراحة احنا بنعول على وزارة حضرتك كتير جدا، واعتقد احنا كنا متفقين على حوار بقاله شهرين، نعمله بقى ولا لسه؟ ان شاء الله ان شاء الله يا فندم. طيب بس برضه انا عايز اقول لحضرتك رقم. اتفضل. يعني قدامي دلوقتي الورقه بالظبط، اجمالي التمويل اللي حصل من جهاز تنميه المشروعات الصغيره المتوسطه من اول 16 الى الان حوالي 6.9 مليار جنيه. دول عملوا اكثر من 344,000 مشروع، 50% منهم في الصعيد. 50% ايه يا فندم؟ في الصعيد. في الصعيد. فده رقم. دول اشتغلوا فعلا يا باشمهندس؟ دول اشتغلوا كويس قوي، وفيهم امثله وفيهم يعني عارفين بالظبط كل واحد فينا ده بياخد تمويل وبيعنده ضمانات وشغال. طب ما حضرتك تدعونا، عايزين ننزل احنا كاعلام، عايزين ننزل نشوف المصانع دي، لان ده بيدي امل للشباب ان ممكن يعمل مشاريع ويشتغل. جميل، انا كل ما بنزل، وممكن لفيت في الصعيد في خلال الشهرين اللي فاتوا، رحت الاقصر، رحت قنا، رحت سوهاج، رحت اسيوط، رحت بني سويف، رحت المنيا، بتعمد ان انا اروح كل التجمعات الصغيره اللي فيها صناعات صغيره عشان نوري الشباب وعشان يشوفوا بعينيهم ايه اللي معمول على الارض الواقع. واحنا هنبقى مع حضرتك الاسبوع الجاي يا فندم بكاميراتنا في المجمعات دي، ونصور هذه المشروعات وازاي بتشتغل وازاي بتخلق فرص عمل، عشان حقيقه احنا محتاجين لده. لا يشرفنا. شكرا يا فندم، شكرا للمهندس طارق قبيل وزير الصناعه.